ديمتري ميدفيديف حذر من عواقب استخدام الأسلحة النووية في بولونيا، وأكد في تصريح له أن ذلك يعد نوعا من الجنون، وأن مثل هذه التطورات ستصب في صالح كل المجانين، ويعلق بالحرف: لكن كل ذلك له جانب إيجابي، وكل هؤلاء القادة قادة بولونيا، وذكرهم بالاسم، وأيضا باقي الأرواح الشريرة ستنتهي، وآخرون أيضا سينتهون ولن يبقوا على قيد الحياة، وأنه مهتم حسب تعبيره باحتمال تطوير أسلحة نووية على الأراضي البولونية، وهذه الأسلحة وأنا متأكد يقول ستستخدم. ودعا الوزير الأول البولوني إلى استقبال الأسلحة النووية الأمريكية ردا على نشر الروسية في بيلاروسيا، وهذا هو الرد الذي يجب أن يكون حسب تعبيره. يأتي هذا التطور مع مشاركة الكتيبة 104 من الفيلق 76 المحمول جوا وبشكل مباشر في حرب أوكرانيا وروسيا. المخابرات الغربية من جهتها نقلت عن رئيس المخابرات الروسية قوله بأن الهجوم الروسي المضاد سيعاكس كل خطط أوكرانيا في استجواب مطول بين سيرجي ناشكين لصحيفة روسيسكايا غازيتا، وسيكون ذلك كله في صالح ما سماه المراسل العسكري الروسي سلادكوف ألكسندر سلادكوف بمحاولة كسر الهجوم الأوكراني ومغادرة الجيش الأوكراني لكل من سومي وخاركاف. والآن الجيش الأوكراني يقوي دفاعاته في الخط الدفاعي الثاني، وهذا الذي أوحى له بأن الأمر سيدعو مباشرة إن فشل هذا الهجوم إلى مغادرة أوكرانيا لسومي وخاركيف دفعة واحدة. زوروفا، سفيتلانا زوروفا، النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الدولية أو الخارجية في الدوما الروسية، قالت بالحرف: لا يمكن العمل على أي تسوية سلمية للنزاع بشروط واشنطن أو كييف. فيما رئيس CIA يزور العاصمة الأوكرانية، وقد أشارت الواشنطن بوست إلى قول السلطات الأوكرانية بأن استرجاع أراض سيكون محققا مع الخريف القادم، لكن رسول البابا كان أوضح وهو في موسكو عندما قال: يظهر أن هذه الحرب لن تكون لها نهاية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار الشرق الأوسطية. لا يمكن بأي حال لبولونيا أن تصبح نووية، وبولونيا وضعت ما سمي برد الفعل. رد الفعل الأول بالنسبة لروسيا إدماج كل من السويد وفنلندا في الحلف الأطلسي، فالرد جاء مباشرة بنووي بيلاروسيا. وزاد التأكيد اليوم بأن هناك فقط ولد الروسي حصراً استخدام الأسلحة النووية على الأراضي البيلاروسية، ليكون للوكاشينكو مسألة أخرى يمكن مع المستقبل إيضاحها. لكن لوكاشينكو يريد أن يؤكد أنه تحصل على خوارزميات القنابل التي على أراضيه، فيما الروس يؤكدون غير ذلك. على أي حال، فإن المسألة اليوم تدعو إلى أحد السيناريوهين. السيناريو الأول أن بولونيا ستتحصل على القنابل النووية الأمريكية في مقابل الروسية في بيلاروسيا، لكن هذا الوضع سيدفع مباشرة إلى احتكاك نووي، وهذا مؤكد لسبب بسيط: لأن روسيا اليوم ليس لديها المجال الذي يمكن أن تناور فيه أو أن يكون فيه تأمين، ولا ترغب في توسيع هذا الخط الذي قد يسمى المنطقة الآمنة. فبالنسبة لروسيا، إما النووي، إما أن يكون النووي في بيلاروسيا،
أو تكون منطقة آمنة في أراضي أوكرانيا. وفي هذه الحالة سيكون الوضع ومؤكدا بين بيلاروسيا وبولونيا وهكذا، يعني المناطق الآمنة. فهل استراتيجية المناطق الآمنة ستوافق عليها الولايات المتحدة الأمريكية أم تقبل بالوضع القائم بالنسبة لنشر القوات أو الأسلحة على وجه دقيق النووية؟ إذا لدينا هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني، الوصول إلى تفاهمات مباشرة بعد أن تأكد للأوكرانيين أنفسهم بأن لا مجال اليوم لتحقيق أي تحرير لأراض إلا في حدود الخريف القادم. هذا يعني أنه سيكون بطيئا وسيكون دمويا للغاية، وهذا قد يعني الكثير. فإما أن أوكرانيا ستنهزم وستنسحب من سومي ومن خاركاف وتعود للخط الدفاعي الثاني، وهذا لا يناقشه الروس على الإطلاق. أما بالنسبة اليوم لخطوط وقف إطلاق النار فوريا، فهذا أيضا له مكسب عند الأوكرانيين. لكن في حال الهجوم سيكون هناك وضع مختلف. وقف إطلاق النار على الخارطة الحالية سيكون له معنى، لكن في حال فشل هذا الهجوم المضاد فإن الوضعية ستعود القهقرة بالنسبة للأوكران إلى حدود الخط الدفاعي الثاني، وسيكون هذا إشكالا حقيقيا. الأمريكيون يريدون أن يزنوا إلى الآن ما هي القدرات من أجل معرفة أي من السيناريوهات يمكن الذهاب إليه، لأن المهم بالنسبة إليهم تجميد الصراع، ليس القضية متعلقة بوقف إطلاق النار على الخطوط الحالية، بل الأمر يتعلق بالتجميد، التجميد الذي قد يسمح في أي لحظة بالعودة إلى إطلاق النار. إذن معنى ذلك أن مسألة تجميد لا يعني وقف إطلاق النار. وفي كل الأحوال فإن CIA الآن لديها مشكلة حقيقية بالنسبة لتوسيع النووي باتجاه بولونيا، لأن مثل هذا القرار سيكون له ما بعده بكل تأكيد. وكل التقديرات اليوم التي يمكن العمل عليها تذهب باتجاهين. الاتجاه الأول هو إعادة تقدير الأوضاع بشكل كامل إلى درجة أن كييف الآن وأمام مفاوضات مع مدير CIA وفي زيارة خاطفة، كل هذا يجعلنا أمام الرغبة في معرفة ما يرغب فيه الأوكراني الآن. هل المرحلة القادمة؟ هل ما بعد المرحلة القادمة؟ لقد انسحب البريطانيون من تقييم الوضع الآن خصوصا بالنسبة لوقف إطلاق النار. اليوم البريطاني أصبح أقل بكثير مما كان عليه الحال، خصوصا أمام رفض فرنسي لوصول ولاس وزير الدفاع البريطاني إلى الأمانة العامة للحلف الأطلسي، فلا يريد أحد أن يزيد من حالة التشتت التي يعيشها الحلف. لكن في الاتجاه الآخر هناك اعتبار دقيق من خلال رئيس CIA والتأكيد من داخل كييف على ما يرغبون فيه الآن وما هي خطتهم. فظهر أن هناك انتصار جزئي في حدود الخريف واسترجاع أراضٍ، وهذا يعني أن حالة توجيه الصواريخ إلى القرم قد يعطي الرد المضاد في جعل كل أوكرانيا تحت القصف. لذلك فالامتياز بالنسبة للسلاح الجو لن يكون له أي أثر إلى حدود هذه اللحظة، ويبقى الامتياز في 24 ساعة الأخيرة بقصف الجبهات. واليوم حصرت روسيا هذه النوعية من القصف على مناطق النزاع، مناطق الشباك، لكن لا تريد للعمق أن يكون لا ضربات في العمق الروسي، لا ضربات في العمق أيضا الأوكراني. هنا أصبحت التفاهمات واضحة في هذه النقطة على وجه التحديد، وهذا الذي يعطي أفقا باتجاه وقف ضربات اتجاه العمق الأوكراني والعمق الروسي، وبالتالي الوصول إلى وقف إطلاق النار على نفس الخارطة الحالية، وآنذاك يمكن تطوير تجميد الحالة ومن ثم وقف إطلاق النار. إذن هناك
ما يفيد بأن اعتبارات قائمة الآن حول وقف إطلاق النار المحتمل، رغم أن رسول البابا في روسيا يؤكد أن هذه الحرب بدون نهاية وأنها مجرد تكتيكات يمكن أن يعمل عليها الجميع لتحقيق نصر تكتيكي أو تنازل تكتيكي من أجل محاولة تحقيق نصر أو على الأقل انتصار تكتيكي. وفي كل الأحوال فالنصر الاستراتيجي هو الآن معلق ما بين قوتين نوويتين. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.